ما كان هذا العشم أبد يا محور. تتهموننا بجريمة قتل؟ أخوي عبد المحسن الله يرحمه لو كان عايش بيرضى بهالكلام؟ أبو طلال، أنا طلبت من المحامي يتأكد من الكاميرات اللي في الموقع. للحين تشكون بي؟ زيد الله يهدينا وياك، وش فيكم أنتم يا جماعة؟ اهدوا، تعودوا من الشيطان، تعودوا من إبليس، وش فيكم؟ وترى الصوت العالي هذا ما عمره حل مثل هالمواضيع. بعدين ما في أي اتهام إلا ويكون له أدلة وبراهين. أدلة وبراهين؟ للحين تقول أدلة وبراهين؟ زيد، أنت لو كنت بريء المفروض أنت اللي تطلب نتأكد من الكاميرات عشان تثبت براءتك. إذا كنت بريء؟ بريء من إيش؟ من إني أقتل ولد عمي؟ طيب ليش؟ وش اللي خليني أفكر إن أقتله وأنا أول واحد استقبلته هنا؟ وأنا اللي أخذته بيدي هذه للعزة وقفت معه يوم وفاة عمي الله يرحمه واغفر له كتف بكتف، وأنا الوحيد اللي وقفت معه يوم ما كنتوا كلكم ضده. لا تنسين يوم وصيتيني بأنه يتنصف مجلس الإدارة ثاني يوم وأنا مخليه يترأسهم كلهم. أتمنى أنك ما تنسين أني أفنيت حياتي كلها في خدمة عمي الله يرحمه واغفر له، ويوم ما مات كملت مشوار مع ولده. ومع أول مصيبة تخلوني كبش فدا؟ يا زيد اهدى الله يرحم والديك، اهدى الله يهديك واجلس، اجلس خلنا نعرف نحسي الله يهديك، وش فيك؟ أهم ما في الموضوع إن ما نسينا إنك ولدنا وواحد منا وفينا. نعتبر اللي فات غيمة سودة وإن شاء الله أنا بتعدي. لا 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 لا، شوف الموضوع هذا ما راح يعدي بالساهل. أنا ولدي تبهذل وتهزأ قدام موظفينا، وهذه كبيرة كبيرة كثير بحق البيتاني يا محور. اسمعوا اسمعوا، شوفوا الفلوس بتودي لفين. خديجة، كم مرة حقولك أسرار الناس أنت مؤتمنة عليها؟ عيب عيب، كفاية بقى عيب اللي بتعمليه ده. عيب اللي أنا بعمله، لكن مش عيب إن واحد يحاول يقتل ابن عمه؟ إيه؟ يوسف النهاردة هو في موقع البنى اتعرض لمحاولة قتل، وبيقولوا إن زيد هو اللي دبرها، ودلوقتي القيامة قايمة ما بين جوارية وراشد. طب ويوسف حصل له حاجة؟ إيه مالكم في إيه؟ أنا بطمن عادي يعني، أصل يعني ماما قالت كل حاجة وما قالتش يوسف حصل له إيه؟ اطمني، هو بخير، حي يرزق. ما قالوا لك وين راحوا؟ ما أدري، سحبها من يده وما رد علي. ترى الاثنين سياراتهم برا، يعني ممكن يكونوا راحوا بيت عبد المحسن. يا ليتهم يكونون هناك، صار لازم أحد يوقفهم عند حدهم. وصلت فيهم المواصيل إنهم يلفقون إن تهمة قتل؟ ولدك انجن، طمع عماه، وصلت فيه للقتل. سارة، احترمي نفسك ولا تتكلمين عن زيد بهالطريقة. أخوك بريء. لا بريء، وين البريء؟ ما أشوفه، ليكون انحاش قبل لا تجي الشرطة. سارة، هاي أم زيد، طمني وش صار. اسأل أبوي يعلمكم كل شيء.